ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. فاجعة جديدة تنضاف إلى المأساة التي أصبح المواطن البيضاوي يعيشها، شاطئ الموت شاطئ النحلة بمنطقة عين السبع، حيث تعرضت فتاة تبلغ من العمر حوالي 18 سنة مساء اليوم السبت للغرق بهذا الشاطئ. وفور توصلها بالخبر تجندت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية إلى بذل أقصى جهودها للعثور على الشابة، لكن قوة الأمواج حالت دون ذلك. ليبقى السؤال المطروح، لماذا لا تمنع السلطات السباحة في هذا الشاطئ الذي يشهد حالات دائمة للغرق خلال موسم الصيف؟ يلا يلا يلا